أهلا بكم مع أخبار الرياضة. أسدل الستار يوم أمس عن مباريات الأسبوع 19 من دوري المحترفين لكرة القدم. اللقاءات الست نستعرضها في التقرير التالي والتفاصيل فيها. لم يحمل الأسبوع 19 من دوري المحترفين لكرة القدم أي تغييرات في المراكز الثلاثة الأولى بعد أن بقي الوحدات في الصدارة ويليها الفيصلي ومن ثم الأهلي، لكن الصراع على تجنب الهبوط بلغ أشده في هذه الجولة، رغم أن الأصالة هبط رسميا إلى دوري المظاليم، لكن البطاقة الثانية يتنافس خمسة أندية للهروب منها وهم الرمثة والصريح وذات راس وكفر سوم والبقعة. نبدأ مع قمة الأسبوع والتي جمعت الوحدات والأهلي على استاد عمان الدولي. اللقاء جاء مثيرا في شوطيه، حيث تقدم الأهلي بهدف قبل أن يرد الوحدات بهدفين متتاليين عبر محترفه توريس، إلى أن الأهلي استطاع خطف هدف التعديل في الدقائق الحرجة من هذه المواجهة. في ذات الوقت وعلى ملعب الأمير محمد في الزرقاء كانت مواجهة الفيصلي والجزيرة. الفيصلي للأسبوع الثاني على التوالي يرفض الهدايا بعد تعثر الوحدات حين خسر أمام الشياطين الحمر بهدف أحمد سمير، هزيمة وزعت الفارق بينه وبين الوحدات إلى ثلاثة، فيما وصل رصيد الجزيرة للنقطة 27 في المركز الخامس. شباب الأردن واصل نزيف النقاط وهذه المرة بعد الخسارة المفاجئة أمام كفر سوم بهدفين دون رد. هذه الخسارة جمدت رصيد أسود غمدان عند النقطة 27 في المركز الرابع، فيما أنعش كفر سوم أماله بالبقاء في دور الأضواء بعد أن أصبح يملك 22 نقطة في المركز العاشر. في مواجهات السبت استطاع البقعة أن يلحق الخسارة بالرمثة وبهدفين دون مقابل، هزيمة زادت من أوجاع غزلان الشمال في هذا الموسم، فيما وصل البقعة الذي جمع حتى هذا الأسبوع 19 نقطة صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي. ذات راس استطاع أن يرد مضيفه الصريح خاسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل في الكرك، ليصل رصيد أسود الجنوب للنقطة 22 بفارق نقطة فقط عن الصريح الذي يتقدم عليه في المركز الثامن. وأخيرا استطاع الحسين إربد أن يدق المسمار الأخير في نعش الأصالة بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذه الهزيمة أعلنت هبوط الأصالة رسميا إلى دور الدرجة الأولى، فيما وصل الحسين إربد للنقطة 26 في المركز السادس. يواصل فريق الفيصلي الاستعدادات والتدريبات وذلك لاستقبال فريق طرابلس اللبناني يوم الثلاثاء المقبل على استاد عمان الدولي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويجري الفيصلي التدريب الأخير يوم غد على استاد عمان لتحديد ملامح التشكيلة التي ستخوض المباراة، لا سيما وأن الفريق عانى في مباراة الجزيرة الأخيرة من عدة غيابات بسبب الإصابات. ومن جهته سيحاول المدير الفني للفريق الكابتن محمد اليماني مساعدة اللاعبين على نسيان الخسارة الأخيرة للفريق أمام الجزيرة في الدوري والتركيز على الفوز أمام طرابلس إذا ما أراد الفريق مواصلة المشوار في البطولة الآسيوية. من جهته أيضا بدأ الوحدات التحضيرات لمواجهة مستضيفه التناسير التركمانستاني في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويسعى المدير الفني للفريق الكابتن رائد عساف إلى تعويض الأوراق الهامة التي يفتقدها الفريق في هذه المباراة في ظل معاناته من غيابات مؤثرة مثل الكابتن عامر شفيع حارس المرمى للإيقاف، وذلك وإلى جانب محمد الدميري وأحمد أبو كبير وبهاء فيصل بسبب الإصابة. ومن جهة ثانية ينتظر الفريق قرار الجهاز الفني حول إصابة المهاجم البرازيلي توريس وإمكانية المشاركة في اللقاء من عدمها. تغلب فريق ايندهوفن على فيليام تيلبورغ بهدفين نظيفين ضمن مباريات المرحلة 30 من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم. وعانى ايندهوفن من طرد لاعبه سانتياغو في الدقيقة 57 ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين، وافتتح ماركو فان غينجل التسجيل في الدقيقة 68 قبل أن ينهي لوكا ديونغا اللقاء بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 79 من ركلة جزاء. وبهذا الفوز رفع ايندهوفن الرصيد إلى 72 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي رصيد فيليام عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر. حقق فريق سبورتينغ لشبونة فوزا كبيرا على مضيف مارتيمو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة 29 من الدوري البرتغالي لكرة القدم. التفاصيل في التقرير التالي.
واصل سبورتينغ لشبونة ملاحقته بنفيكا متصدر الدوري البرتغالي بفوزه على ضيفه مارتيمو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة. تقدم أصحاب الأرض عبر مهاجمهم الكولومبي جوتاريز الذي سدد كرة غير مدافع مارتيمو اتجاهها لتسكن الشباك في الدقيقة 42، وأضاف النجم البرتغالي الشاب ويليام كارفالو الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يختتم النجم الجزائري إسلام السليماني ثلاثية سبورتينغ في الدقيقة 76، وسجل اللاعب غارزيان هدف مارتيمو الوحيد في الدقيقة 81. وبهذا الفوز رفع سبورتينغ رصيده إلى 71 نقطة بفارق نقطتين خلف بنفيكا المتصدر، فيما تجمد رصيد مارتيمو عند 32 نقطة في المركز 12. نجح فريق أتلانتا هوكس بتخضي بضيفه بوستن سلتكس ب 118 نقطة مقابل 170 نقاط ضمن مباريات كرة السلة الأمريكية للمحترفين، وتقدم أتلانتا في الربع الأول ب 34 نقطة مقابل 32، في حين نجح بوستن في التفوق خلال الربع الثاني ب 39 نقطة مقابل 33. الربع الثالث عاد التفوق فيه لأصحاب الأرض ب 26 نقطة مقابل 20، وأنهى نجوم أتلانتا اللقاء في الربع الأخير ب 25 نقطة مقابل 16 نقطة. تمكنت الروسية يالينا فيزانينا من إقصاء الإيطالية سارة إيراني من الدور نصف النهائي لبطولة تشارلستون المفتوحة للتنس الأرضي. يالينا حسمت اللقاء بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، الأولى بواقع 6-4 والثانية ب4 ل6 و6-2. هذا وستلتقي يالينا في النهائي بالأمريكية سلوان ستيفنز المصنفة السابعة في البطولة، والتي تفوقت دورها على منافستها الألمانية كيربر المصنفة الأولى على هذه البطولة.